حياكم الله طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز أو الجامعات الأخرى للسنة التحضيرية أدبي مع كتاب إيفولف منهجنا الجميل يونت 6. وآسف على التأخير يا شباب، معلش، يعني برضه فرصة عشان تذاكروا الخمس وحدات اللي فاتوا. الوحدة السادسة بعنوان زوم إن أند زوم أوت جود بلايسز، الأماكن الجميلة. لايك واشتراك. أوكي، كالعادة طبعا بيكون عندنا بعض الكلمات في المحادثات. كلمة اقرأ الكلمة دي يا محمد بسرعة. هوتيل، هوتيل يعني فندق، فندق، ها بارك، يعني ذا بارك حديقة، حديقة، ها اللي بعدها دي ايش زو يعني؟ يعني حديقة حيوان. very good. ها there is no rest، ايه الكلمة دي كده؟ restaurant، يعني restaurant، مطعم. very good. طب وعندنا هنا ايه الكلمة دي؟ a nice، نايس، كيف، كف عينك قطف، كافيه، 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 الكافيه اللي بنقعد فيه نشرب القهوة. كيف هو كيف برضه صراحة يعني. طب ستورز يعني ايه؟ ستورز ستورز. جمع متجر، متاجر. طيب هي ما هي قصة؟ لا ستوريز قصة، ركز، هذه ستورز اللي هي متاجر، محلات. طيب نشوف هنا بعض الكلمات المهمة يا أستاذ محمد. بوك ستور يعني، مكتبة، ها هوسبيتال، يعني مستشفى، مستشفى، ها موف، موفي، موفي، ثيتر، ثيتر ثيتر، يعني مسرح، يعني مسرح، ها ريستورانت، مطعم، ها سوبر ماركت، يعني سوبر ماركت، ها زو، حديقة حيوان، ها سكول، مدرسة، ها ميوزيوم، متحف، تمام، هوتيل، فندق، ها كافيه، القهوة، مو القهوة، المكان اللي بنشرب فيه القهوة، الكافيه زي الكافي شوب يعني. ايوه، هذه ايش؟ كوليدج، كوليدج، كلية تاني كوليدج، يعني كلية أو جامعة. مول، معروف المول، بارك، حديقة عامة، ستور، متجر أو محل. تمام، نيجي للقواعد هنا يا شباب. قاعدة there is و there are. there is للمفرد و there are يجي بعدها جمع، يعني ما ينفعش أقول there is houses، أقول there is a house. there are houses. a lot of يعني الكثير من، بيجي بعدها أي اسم جمع أو أي اسم غير معدود. a lot of information، a lot of places، a lot of houses. some لازم يجي بعدها اسم جمع، اسم جمع أو اسم غير معدود. some water، some houses. اوكي، أي شيء من كده عادي يعني. no معناها لا يوجد، خلاص ركز معايا. no يعني لا يوجد. عايز أقول معيش فلوس، أقولها إزاي؟ I have، I don't have، لا من غير I don't، قول I have، I have no money. برافو، يبقى استخدمنا no دي يا محمد للنفي بدون ما نحط نفي، نفي بدون نفي، شفت كيف؟ singular there is للمفرد يجي بعدها مفرد، there are يجي بعدها جمع. no أو شوفوا الأمثلة يا شباب. there is no free time، there is a zoo، there is a، ركز لو في a أو an وأنت مغمض خد there is، لأنها مفرد. ما في لا a ولا an، خد there are على طول. طب there are some، ما في لا a ولا an أهو. museums، there are a lot، a lot of good، ركز ركز، good places. هي a lot، والله سؤال جميل يا محمد، لان هذه a lot of، a lot of، انما الاسم الاساسي اللي بيتكلم عنه places اهو، اماكن، الكثير من الاماكن. كويس انك سالت السؤال ده، شاطر. no الزيرو يعني ما في، ما عندي. ايه او ان معناها one، some يعني عدد بسيط، a lot of عدد كبير. شوف هنا الاختيارات، خدنا there are a lot of a stores اهي يا محمد، stores. number two there is a supermarket. there are some good، اخذنا some، ما ينفعش good cafes لان cafes جمع فتاخد some قبلها. there is a big hospital، there is a لان عندي big hospital يعني مستشفى واحده بس. there are a lot of stores، a lot of stores so it's great for shopping. يبقى there are a lot of. in my city there are، ولا there is، there are no zoos، ما ينفعش are مع a ابدا يا شباب. There are no zoos. Okay. ممكن بقى تكيس كلمة من عندك. There is a garden. There is an airport. There are a lot of big malls. There are some good restaurants. There is no movie theater. There is no movie theater. ما ينفعش أقول there are. There is no movie theater. Okay. أو movie theaters. وصلت يا شباب؟ Like there is some museums. There are some museums. غلط. ما ينفعش اقول there is لان هنا بالاحمر غلط. ليه؟ لان there is وحط بعدها museums غلط، و there are some museums هي اللي صح. تمام؟
خلاص اوكي نكمل مع بعض. هنا الكلمات المهمة في الفوكابيولري نيتشر الطبيعة. Snow يعني ثلج أو جليد. ها اللي بعدها mountains الجبال. River النهر. يبقى snow mountains river. ها Iceland غلط. It's silent. Island Island يعني جزيرة. Beach مدها تكفى. Beach أيوة beach يعني شاطئ. اللي بعدها أتحداك لو قلتها صح. اوكي اختي يا هطف. اوشن ما اخذتها في المدرسه. لا. اوشن يعني المحيط. اوشن السي تتنطق سي اي تتنطق معلش. اوشن فورست يعني ايه فورست الغابه. اللي بعدها ليك. ليك بحيره. ها تري شجره. ها جراس عشب او اعشاب. ها فلاور الورده او الزهره او ها بلانتس يعني النباتات. Yeah. اوكي واخيرا اللي فوق ده اقراها. يعني تل. ما جحيم. جحيم بالاي. هيل بالاي مش بالاي. الاثنين نفس النطق صح؟ ايوه. ديزرت. يعني صحراء. ديزرت يعني الصحراء. طيب كروس اوت ذا وورد نوت بلونج. طلع الكلمه الغير يعني متشابهه. بلانتس تريز سنو. سنو. شاطر. ريفر ديزرت ليك. ديزرت. احسنت. كلمة ملهاش علاقة دي صحراء في وسط البحيرة. هنا grass beach ocean grass very good forest ocean trees ocean الله الله لأنه محيط وحطت لك شجر وغابة. mountain hill island I think island صح. جزيرة ملهاش علاقة بالجبل والهضاب. أحسنت. تمام نكمل مع بعض الريدنج. هنا يقول لك الكاونتبل والنون كاونتبل يعني الاسماء المعدوده والغير معدوده. الاسماء الغير معدوده يا محمد معظم الاكل والسوائل غير معدود زي شوجر كوفي تي اويل هاني ووتر. بيبقى ما ياخد لا ايه ولا ان وما ياخد اسم ينعد. خلاص ركز معايا. هذه الاسماء الغير معدوده. الاسماء المعدوده تنعد زي كارز هاوسز بينز بوكس. اوكي فهنا مثلا يقول لك ايه ذير از ا ريفر صح. There is an ocean. لما تيجي تجمع لازم تحط كلمة جمع. There are two rivers. There are no oceans. There are some plants. There are a lot of flowers. خلاص خلي بالك بقى الأسماء الغير معدودة. زي مثلا أقول لك إيش. There is no grass. There is some grass. There is a lot of grass. ده لأنه اسم غير معدود. يمديني أقول no بس ما ينفعش are. Is some a lot of الكثير من الأعشاب العشب لأنه ما ينعد. كلمة ووتر ما تنعد. تاخد زرار ابدا. اللي غير معدود ياخد there is. Yeah. انك تعامله معاملة المفرد. واضحة؟ واضحة. There is no water. ما عندي موية. There is some water. There is a lot of water. الحاجات تجيلك اختيارات انتبه. There are no tree ما ينفعش. No trees. An ocean محيط لوحده. A lot of nature. There is a lot of nature in this city. Nature لانها غير معدود فقلت a lot of nature. There are some restaurants. بعض المطاعم. There is no grass. A lot of hotels. Okay. طيب يا شباب نكمل مع بعض. هنا المحادثات خلي بالك من المحادثات اللي بيجيك ساعات بالنص. Like where is أين يكون Gracia Moreno. It's near here. بالقرب من هنا. Go one block. ارجع بلوك الورا يعني ارجع للخلف بلوك كامل. Turn right وهكذا. الاتجاهات مهمة يا شباب. Is this هل هذا غارسيا مورينو. That's way. It's that way يعني من هذا الطريق. Go straight يعني امشي سيدة. Turn left أو it's on left. خلي بالك من حروف الجر. On دي اسألك فيها. On right on right on left. اسألك في حروف الجر. هنا حلها لك تاني على نفس المحادثة. Where is near here this بيحلها لك تاني. Turn right is that go one block. نفس اللي فوق نزله تحت في المحادثة. لما تيجي تسأل سؤال تقول له ايه where is أين where is. قال له is this هل هذا المكان هو. near يعني بالقرب من. go one way غلط. go one block. it's right أو it's on right. go one block ارجع بلوك كامل وهكذا. مصطلحات تخلي بالكم منها بيجي منها بالنص. طيب يا شباب
الليسننج جايب لك بعض الكلمات خلي بالك منها برضو، نفس الكلمات تقريبا اوشن ريفر ليك. لو في اي حاجه تانية تتشرها بسم الله. معظم الكتاب ليسننج ليسننج ليسننج. هنا مثلا يقول لك فود يعني طعام، فود طعام، هوتيلز الفنادق، ان ايس ايس رينك حلبه للجليد او التزحلق، موفي ثيتر باركس، ان اندر ووتر زو يعني حديقه حيوان تحت الماء وهكذا. طيب بنستخدم مثلا الحاجات اللي فيها مفرد وجمع. ذا ووتر از بيوتيفول دي صحيحه، ووتر از بيوتيفول. ذا ايس رينك از، ذا ايس رينك از. The stores are expensive. اوكي يا شباب، هنا قلنا there is لان هنا there is one of the biggest. It has، it تاخد has ما ينفعش have، ركزوا في الجمل دي مهمة. Parking is لان parking مفرد ياخد is. اوكي. هنا the stores الجمع ياخد have، the food is. There are، ليه خدت are؟ كمل a lot of other interesting things. شفت قالوا توفي بيقصد تكمل بعدها عشان تشوف مفرد ولا جمع. ركزوا معايا هنا، حط ام ولا از ولا ار؟ ليه خدت هنا ار؟ كمل زي ما قلت لك. قالوا توفي ستورز ار اكسبنسيف، ليه؟ سام اوف ذا ستورز حاطها قبلها. ذا مول، مول واحد يبقى از. ليه قلنا ار؟ ريستورانتس. ليه از؟ ذا زو. از ذير از ان، وهكذا. سهله الدنيا خلاص. الله يوفقكم يا رب. نفس الكلام صلالة is لأنها مفرد، it is برضو. people قلنا live، ليه؟ لأن عدد جمع. شوفوا كام، 200 ألف واحد عايشين هناك، يبقى قلنا live. صلالة has a lot of interesting، هنا بس نسينا نحط has، هي has هي صغيرة. has beautiful white and كذا، تمام. for example على سبيل المثال، الحاجات دي ممكن تجيلك إجابات انتبه ليها. visit is in، to visit is in. خريف reason season، the fall، the fall اللي هو فصل الخريف. صلالة are not very expensive، ليه قال هنا are؟ ارجع ريوس لقيت كلمة hotels بتكلم على الجمع. people تاخد are جمع. come to صلالة، تعال صلالة. you تاخد are. واضحة كده يا شباب؟ تمام. طبعا هنا في الفوكابلري بيراجع لك عليه الكلمات الشاذة اللي هي اللي ما هي معانا في المجموعة. تكنولوجي، اوديو، بوكس، بليسز الاماكن. هنا في الجرامر يو تاخد دو، دو يو تحط الفعل، بلاي مصدر زي ما هو. sometimes I play لان I تاخد الفعل مصدر بعدها play. where do you eat أين تأكل؟ Where do you eat في مضارع بسيط present simple. I usually eat at home. Does your grandfather مفرد grandfather، عشان كده خدنا does، ويجي بعدها الفعل مصدر بعد does، الفعل مصدر من غير إضافة. Yes he works، حطينا اس في الفعل عشان he وشي وإت الفعل بعدها اس. Do you and your family like، ليه خدنا like؟ لأن الفعل بعد do و does يجي مصدر سادة من غير إضافة. We تاخد don't like، نحن لا نحب. ودي كلها تجيك اختيارات هذه مو كده. What do you watch الفعل بعد do does مصدر، اهو مصدر اهو. Have مصدر بعد do. هنا ما في لا do ولا does في اخر واحدة، عشان كده قلت my son has، my son has. هنا some عشان عندي rooms غرف. هنا there are a lot of trees، there are. هنا there is a lake. I often غالبا، I often never go to، تمام. I have، I بتاخد have، ركزوا معايا في الكلام ده مهم جدا يا شباب، تمام. see so ولا so، هنا يقول لك لذلك. so that's right، هذا حقيقي او هذا صحيح. yeah يعني yes. what about you، ما ينفعش where about you. قال له انا me، yes I know. that's مفرد، that's true، هذا مصطلح يقول لك ذاتس ترو. هذه يا جماعه اسمها، خلي بالك من الاسئله اللي زي كده. اكسكيوز مي، لو سمحت. قال له اتس نير، بيسال عن حديقه الحيوان. ذاتس واي، من هذا الطريق.
turn left يعني لف يسار. تمام كده احنا خلصنا يونت 6 على خير، وان شاء الله موعدنا مع يونت 7 بإذن الله. الله يجزيكم الخير يا رب ويبارك فيكم. في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.